تقول: أنا سيدة، عندي 5 أولاد، وقد قمت بإجهاض نفسي عدة مرات، وقد علمت بعد ذلك بأن فعلي حرام، وندمت على ما فعلت. وأنا أسأل: هل علي من كفارة في ذلكم العمل؟ وما الطريقة التي تنجيني من ذلكم الذنب إن كنت مذنبة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن إجهاض الحمل أنه ذنب وفيه إثم، لكن إن كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح لأن بلغ 4 أشهر فإنه تجب الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام 2 شهر متتابعين. أما إذا كان هذا الحمل لم تنفخ فيه الروح لأنه لم يبلغ 4 أشهر بل كان عمره دون ذلك، فهذا فيه إثم تجب التوبة منه، ولكن ليس فيه كفارة. نعم.